انت بتخوني يا شاك؟ ايه ده؟ انت يا ست، انت يا ست، هاتي كوباية الشاي. يلا هذا كوباية الشاي اهي. ايه ده؟ ايه ده؟ ما مالهم متجننوا ولا ايه؟ ايه ده؟ انت بتخونيني يا ست؟ ايه ده؟ مين الواد الطاقم اللي معاه ده؟ بخونك ليه يعني؟ انت فيك ايه عشان تتخان؟ لا بتخونيني ولا بتحطي ستروكس؟ الستروكس ليه في الاكل؟ هو انا غنية امال ايه يعني؟ ده؟ ده انا اخري ايه؟ بجيب لكم امال السم القرم من طاقم لوحدهم العافية. ولا ايه؟ اما نفسك يا راجل. وانا قادر اصرف على واحد عشان اصرف على التاني. انت عاملك ليه؟ مين حسن؟ انا ما عملتش حاجة. اسأل اختك منى مين هي اللي حسين؟ جابته. انا ما عملتش حاجة يا عم. مين فيكم يا ناس تاني يا ناس؟ يلا ماليش ساعة. تعرفي يا ست؟ لو طلعتي بتخونيني عارف اعمل فيكي ايه؟ هركبك طياره هليكوبتر واحطك في صندوق السلايطه وارميكي من فوق جبل تحت الكابتن. مش عارف اصرف على واحد عشان اشرب واشرب على الدين ولا ايه؟ انت يالا مين فيكم يا ابني؟ انا